مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. فقرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة، بيسعدني إن احنا نستضيف في هذه اللحظات الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. أستاذ رامي مساء الفل عليك. مساء الخير أخبارك إيه؟ أمير وحشني جدا. أنت أكتر. ويعني ببقى سعيد لما أكون موجود معاك. أنا أسعد طبعا. وكل السادة مشاهدين قناة الأهلي يعني. أهلا بك. طبعا يعني هنتكلم وهنستفيد مع أستاذ رامي في كل ما يخص النادي الأهلي بتحديد المباراة القادمة، طبعا المباراة الهامة جدا أمام فريق شبيبة الثورة الجزائري، لكن في خبرين بسرعة عايز أتكلم فيهم. الخبر الأولاني وهو خاص بعشاق ريال مدريد، ودي كان حاجة كنا عايزين نختم بيها الفقرة العالمية في فقرات الحلقة النهاردة. طبعا كل عشاق ريال مدريد فرحانين جدا بالقرار الرسمي اللي صدر بالأمس بتعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد بعد غياب 8 شهور بس عن تولي هذه المسؤولية. راح السولاري اللي نتائجه ما كانتش جيدة إطلاقا، وبالتالي ما قدرش لا كاس أسبانيا كاس الملك ولا الدوري الأسباني، كمان خرج من الشامبيونز ليج بعد 3 بطولات متتاليين قدر الفريق الملكي أنه يحققهم. ففي حالة من السعادة الكبيرة عند كل عشاق ريال مدريد وأنا منهم برضو. وكمان الكلام على حسم موقف مارسيلو. مارسيلو الكلام كتير كان الفترة اللي فاتت ان هو ممكن يرحل عن ريال مدريد، لكن زيدان بيأكد ان مارسيلو هيكون احد العناصر المهمة، ومين يستغني عن لاعب بحجم وقدرات مارسيلو رغم حتى تألق ريجلو الباك ليفت الشاب لفريق ريال مدريد. من ضمن كمان الاخبار المهمة واللي هناقش فيها طبعا استاذ رامي، وبتحديد محمد صلاح لاعب منتخبنا المصري وليفربول الانجليزي، واللي نزل تويتاية في طبعا على حسابه الشخصي على تويتر من حوالي بالضبط 12 دقيقة. ويا ريت لو تعرفوا تعرضوا لنا يا جماعة التويتة بتاعت محمد صلاح. جاهزين؟ طيب أول ما تبقوا جاهزين بالتويتاية دي قولوا لي عشان لازم نناقش فيها ونتكلم فيها بشكل مفصل، وهتكلم فيها كمان مع الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. ملفات كتير عايزين نتكلم فيها، لكن الأهم طبعا مسيرة النادي الأهلي خلال الفترة دي وبالتحديد المسيرة الأفريقية. توقعاتك للمباراة المقبلة أو كيف ترى المباراة المقبلة المصرية أمام فريق شبيبة الثورة الجزائري؟ لا هي الحقيقة مش تفيش توقعات، يعني النادي الأهلي لازم يكسب إن شاء الله طبعا، يعني ما فيش أي نوع من التوقع غير الفوز، وإن النادي الأهلي يحقق الفوز ده اللي هو الطريق أو السبيل الوحيد بالنسبة له عشان يقدر إن هو يتأهل للدور الثاني ويسعد جمهوره ويحاول بقدر الإمكان إن هو يعوض الإخفاق بتاع النسخة الماضية. مش النسخة الماضية بس، اللي قبليها يعني، أنا أقصد يعني مش اللي قبليها بس. الأهلي كان بقاله أكتر من 5 سنين ما بيفوزش بالبطولة، كان صعب على الجمهور شوية. الأهلي يمكن أقرب يعني كان الأقرب شوية في النسخة اللي فاتت طبعا، وكان يعني على أعتاب طبعا إن هو يحقق البطولة، لكن طبعا هو القدر وظروف الكورة والأشياء اللي حصلت مش عايزين نرجع لها تاني. لكن النادي الأهلي المفترض النهاردة كل اللاعبين كل الجهاز الفني كل القائمين على الكورة في النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي جماهير مصر، احنا عندنا النادي الأهلي وعندنا النادي الزمالك، النادي الزمالك عنده برضو مهمة برضو يعني كلنا لازم نتكاتف لان الفرقتين بيمثلوا مصر. فالنادي الاهلي النهارده على اللاعبين الكبار على اللاعبين الصغيرين ان هم يقعدوا مع بعض، ان احنا المباراه اللي جايه دي تحدي بالنسبه لنا مهمه جدا في مشوارنا مع النادي الاهلي سواء الصفقات الجديده او حتى الكباتن الكبار في الفرقه. الجهاز الفني نفسه يعني برضو يجب ان يعني يضع في اعتباره الموضوع ده كويس قوي، ان دي نقطه تحول في مستقبله داخل النادي الاهلي. مباراه ما تقبلش الاسم على اتنين، مفيش حل غير الفوز. فاعتقد ان الفوز هو ده السبيل الرئيسي بالنسبه للفرقه. اعتقد ان النادي الاهلي عنده من القدرات وعنده من الامكانيات ان هو يقدر ان هو يحقق الفوز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنخرج للحظات عن مباراة الأهلي وشبيبة الثورة وهنرجع نتكلم عليها بكل تأكيد تاني، لكن عايز أروح ويا ريت تعرضوا لي يا جماعة التويتة بتاعت محمد صلاح على الشاشة واللي قالها بالظبط من حوالي يعني 15 دقيقة. هي التويتة طبعا زي ما حضراتكم شايفينها، وقال إن هو مندهش جدا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو أي كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم. من الواضح إن ده بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة. هو موضوع ايه؟ موضوع ان امبارح صلاح قال البعض يمكن بيتكلم علشان انا وصلت لمكانه ما حدش وصل لها قبل كده سواء لاعب عربي او مصري او افريقي في على مستوى العالم بشكل كامل.
يعني بالتحديد مفيش لاعب عربي او مصري او افريقي وصل المكان اللي هو وصل لها. فالبعض خد التصريح ده بما ان صلاح بقى مغرور جدا وصلاح شايف نفسه وصلاح فاكر ان هو ايه وقعدوا يعملوا مقارنات مع دروكبا وقيتوا يا جماعه احنا ليه بنكبر المواضيع. الراجل قال اهو خلال التويتيه بتاعته منذ قليل قال ان كلام غير مقصود اطلاقا ولازم نفضل ورا نجم كبير بحجم محمد صلاح، مش لازم ان احنا نحاول نطلع اي غلط لاي حد وخلاص في اي مهنه او اي طبعا لاعب في كره القدم ممكن يكون مش موفق لبعض الفترات فنقعد نقول ده خلاص بقى صلاح عصره انتهى صلاح مش عارف قصده على ايه مش عارف كلام كله مالوش يعني موقع من الاعراب. نتمنى ان تكون في مسانده قويه لمحمد صلاح. تعليقك؟ لا هو انا مختلف مع محمد صلاح في ان هو يكتب تويتر يعني عموما اصلا ليه بقى؟ اهم ما يميز محمد صلاح يعني في السنتين ثلاثة اللي فاتوا ان هو كان راجل بيشتغل بس بيركز بس وبيلعب بس وبيجتهد بس وبيتمرن بس وما بيتكلمش كتير كويس. وما بيقولش تصريحات وما بيطلعش في الاعلام وبيرفض ان هو يحصل اي نوع من التواصل مع اي حد عموما سواء اعلام او غير اعلام. ده للتركيز ده ما انا بقول لك للتركيز. فده اللي وصل محمد صلاح للمكان اللي هو فيه. بعتقد ان هو لما هيشغل باله وهيلتفت لان فلان في على مستوى مثلا قاره كذا او دوله كذا كتب وان فلان مش عارف ايه قال واصل البرنامج اللي طلع في انجلترا وقال مش عارف ايه لو هو شغل نفسه بالامور دي كلها محمد صلاح هيبدا يعمل كامباك. مش هيقدر ان هو او مش هيقدر هيقل تركيزه وده هينعكس على مستواه وعلى اهدافه اللي هو عايزها. هو راجل خد هداف دوري انجليزي، خد احسن لاعب دوري انجليزي، خد احسن لاعب في افريقيا، كل ده نتيجه احسن لاعب في العالم طبعا كل ده كان نتيجه تركيز واجتهاد وتدريب وتركيز على كره فقط الهدف بتاعه. اما ان هو هيقعد يشغل نفسه بالامور دي اعتقد ان دي مش هتودي ولا هتجيب وفي نفس الوقت خلي ذهنه مشتت هتأثر على أدائه طبعا مع ليفربول. واعتقد ان لازم كل الناس تحاول تاخد محمد صلاح كمثل طبعًا. تحقيق اهدافهم طبعا انت عشان تحقق هدفك لازم تركز عليه كويس جدا ولازم تتعب عشان توصل لهدفك. وده زي الكلام برضو اللي قاله محمد صلاح امبارح قال ان احنا عندنا شويه البعض بيبقى عايز يوصل للهدف بتاعه من غير ما يتعب. لا ما ينفعش توصل للهدف بتاعك من غير ما تتعب، لازم تتعب وتعمل مجهود كبير جدا وتاخد الموضوع خطوه خطوه عشان توصل للهدف الاساسي بالنسبه لك وحلمك عشان يتحقق. وده اعتقد اللي بيحاول. لا وكمان برضه امير محمد صلاح شئنا ام ابينا هو اتكلم او غيره اتكلم او غيره علق او ايا كان محمد صلاح اصبح دلوقتي في مكانه مختلفة خالص عن أي حد موجود طبعًا يعني طبعًا. سواء على مستوى مصر أو على مستوى الوطن العربي الأفريقي ده مفيش كلام فيه يعني شيء مفروغ منه مفيش مش محتاجين إن احنا نجمله أو نلمعه أو نطلع نقول أصل محمد صلاح. لا بالعكس محمد صلاح هو اللي حاليا الناس بتتكلم عن من نفسها عنه مش محتاجين يكون في حد زي ما بيحصل في بعض الدول او بعض اللاعبين يحتاج ان حد يكون ليه اذرع حد يكون ليه ناس بتسنده. هو ما بقاش محتاج ده محمد صلاح دلوقتي كويس. فبالتالي محمد صلاح عليه ان هو يرمي الكلام ده خالص من ورا ظهره. ركز في طريقك، ركز في مشوارك، انت فرس، الفرس لا يلتفت صح. للفرس اللي جنبه صح. الفرس في طريقه ما يلتفتش للفرس اللي جنبه أكيد. لازم يوصل للطريق بتاعه او نهايه الطريق بتاعته ان شاء الله. واكيد نتمنى له كل التوفيق في مباراته غدا صعبه جدا امام فريق بايرن ميونخ. نرجع لموضوعنا مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، وانت طبعا شايف ان هي اكيد مباراه صعبه زي الكلام اللي انت قلته من شويه. ازاي الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبه وايه اللي يتم التركيز عليه قبل هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه للفريق؟ الجانب النفسي مهم جدا. الجانب النفسي طبعا كويس. الجانب النفسي مهم جدا لان كمان المباراه هيبقى فيها جمهور كويس. فكره ان النادي الاهلي او بعض انه كده بتلعب تظاهروا في الدقيقه 70. لا حسين الشحات اعتقد نزل بعد الهدف. لا 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 الاثنين نزلوا قبل الهدف كويس. لو احنا غلطانين يا جماعه يا ريت تقولوا لنا، لكن الاثنين نزلوا قبل الهدف ما يجي فيك. فبالتالي هو كده الراجل ما تاخرش، بالعكس هو كان عايز كمان يخطف هذه المباراه. ولو سي هو بيتاخر في التغييرات، لو رجعنا على مدار مباريات الاهلي في الدوري التاخير ده بيجيب نتيجه بدليل النادي الاهلي قدر ان هو يفوز سواء باداء او بنتيجه جيده. لكن في كل الاحوال هل ترى ان هو مدرب مبشر لتحقيق طموحات النادي الاهلي؟ لا هو احنا مش مختلفين على ده، وانا بقول لك ان بصمات في بصمات واضحه ليه كويس. موجوده
وفي تغيير في بعض في الاداء داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش بيعمل النوع من الباص السريع كويس، ما كانش بيعمل فكره الهجمه المرتده الى حد ما بالشكل اللي بتعمل بيه دلوقتي. ما كانش فيه شغل بيحصل عن طريق علي معلول، ما كانش فيه ده من قبل ما يجي لاسارتي. ده اتغير، لكن انا وجهه نظري فيما يتعلق بان الراجل ما بيقدرش في صعوبه في بعض التعامل، فلما بيجي فينا هدف او بنتاخر، النادي الاهلي بيتاخر في احراز هدف. يعني فكره تغيير شكل المباراه. طب دي اللي انا شايفها مثلا التغييرات اللي عملها في مباراه الاهلي والجونه. تمام، الاهلي كان خسران 1-0، تغييرات نزل جيرالدو، نزل على ما اتذكر بعض اللاعبين، يعني تغيير مش عايز يعني عشان ما نكونش ناسي بالظبط الاسماء، لكن غير سواء في طريقه اللعب او في الافراد اللي هم ادوا له الافضليه في الفوز بالمباراه، وفعلا قدر النادي الاهلي في اخر 12 دقيقه ان هو يفوز، يجيب هدفين ويكسب. دي ايضا حاجه تحسب له، واكيد برضو التوقيتات التغييرات بترجع للمدير الفني وبيحاسب عليها في الاخر. لكن الواضح لحد دلوقتي ان احنا هنحاسبه على ايه؟ الراجل عمل تغييرات اعتقد كلها بشكل جيد، سواء مبكرا او متاخرا، يبقى حسب رؤيته وهو ليه كل الحريه في هذه الجزئيه، مع احترامي طبعا لرايك يعني بكل تاكيد يعني. لا لا، انا ما فيش اختلاف ما بيننا يعني. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه مباراه الجونه، معلش انا برضو لازم يعني افصل ما بين قدرات، مع احترامي الكامل يعني، نادي الجونه والفريق فيتا كلوب يعني. تمام. في فرق في طبعا أكيد في طبعا في فرق أكيد بين الفرقتين، فالمفترض ان النادي الاهلي اساسا ما كانش يتاخر قدام الجونه يعني، ده المفترض، لكن الكره موجود فيها طبيعي، خليني اقول لك يعني. لكن ده ما هوش اي نوع من اللاسارتي، لان انت انا حاسس ان انت فهمت ان اللاسارتي عنده مشاكل او عنده ازمات. لا، انا كل اللي انا بقوله كويس، ان انا الراجل عنده من البصمات واضحه جدا مع النادي الاهلي في خلال الفتره اللي هو موجود فيها. تمام. النادي الاهلي تغير بعض ادائه وشغل التكتيكي واداء بعض اللاعبين يعني انا عايز اقول لك ان يعني مثلا يعني، هل احنا النهارده كنا بنشوف كريم ندفد في الفتره اللي فاتت نفس المستوى ده؟ نفس المستوى ده، راجل في تقريبا اربع خمس ماتشات او ست ماتشات جايب اربع اهداف. كويس، بقى ليه دور موجود بيعمله. طيب، هم بيقولوا لي التغييرات كانت في الدقيقه 70 و75 زي ما انا قلت لك. تمام، الدقيقه 70 نزل ازارو، و75 حسين الشحات. طيب، يعني قبل الهدف يعني برضو انا اقصد برضو في تغيير وانا متعادل ومحتاج ان انا اكسب مباراه، خليني برضو اقول لك ان دي متاخر. يعني ليه متاخر؟ لان حتى لو عندك لعيب اتغير مع بدايه المباراه، على الاقل اعمل تغيير. طب لو عملت التغييرات بدري، افرض اتصاب لك لعيب او اثنين، هتعمل ايه؟ لا لا، ثانيه واحده، انا ببقى ما هو عمل تغيير محمد شناوي تراري، اوكي. هيبقى فاضل له تغييرين. التغييرين هيقسمهم ما بين الدقيقه 60 او 65 عشان اقدر ان انا الراجل اللي نازل في الدقيقه 70 ده قدامه قد ايه الماتش يخلص؟ ثلث ساعه. كويس قوي. قبل ما ياخد على المباراه في قدامه قد ايه؟ معلش، مع احترامي طبعا لرايك الكامل، اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي او في اي انديه كبيره، مش ما فيش حاجه اسمها ان انا استنى هاخد وقت قد ايه عشان اخد على المباراه. لا، لعيبه النادي الاهلي قدراتها. لا، دي كوره. اوكي، دي كوره، بس انت لعيب اكيد بتتابع ومركز في المباراه وانت قاعد على الدكه بشكل كبير جدا. كويس. فلما هتشارك انت عارف دورك والتعليمات اللي حواليك الجهاز الفني هتقوم بيها، مش هتحتاج او تستنى ان انت تاخد وقت عشان تدخل في المباراه. لا، احنا بنشوف بعض المدربين بيعملوا تغييرات وبتعمل اضافات في الدقيقه 80 و85، وفي الوقت بدل الضايع بيبقى تغيير عشان يضيع وقت مثلا. سيبك من الوقت بقى الضايع، لكن التغييرات اللي بتبقى في 80 و85 ساعات بتطفي او ساعات بتجيب نتيجه بالنسبه للفرقه بشكل عام. واكبر مدربين في العالم بياخروا تدريباتهم شويه. انا مش بدافع على فكره على لاسارتي وخلاص، انا بتكلم وجهه نظر انا شايفها يمكن جيده، وجهه نظرك اكيد تحترم، وانت ممكن تكون وارد شايف ان هو لازم يغير بدري شويه. لا انا، طب والمباريات اللي فاتت نفس الكلام برضو يعني، قبل مباراه فيتا كلاب كان في برضو مباريات كان فيها نوع من التاخير في التعامل معاها. تمام. انا مجمل، هو انا حاسب الراجل على مواعيد التغييرات ولا على النتائج؟ لا لا، مجمل الكلام ان مستر لاسارتي راجل مدرب تولى مسؤوليه النادي الاهلي من حوالي تقريبا ثلاث شهور. ده الشهر الثالث. كويس، ده من الشهر من يناير ده الشهر الثالث. كويس كده، من ثلاث شهور
اعتقد ان هو لعب ما بين تقريبا من 12 ل 13 مباراه، لعب 10 ماتشات في الدوري، كسب 9 وخسر ماتش، ولعب 5 مباريات في دوري ابطال افريقيا وخسر ماتشين وتعادل ماتش كويس وخسر ماتشين. يعني مجمل المباريات بتوعه حوالي 14 او 15 مباراه. تمام. طيب كويس. النتائج النتائج بتاعته على مستوى 15 مباراه الى حد ما مقبوله تمام او جيده تمام. الجزء بقى اللي انا بقول عليه، الجزء اللي انا بقول عليه ان احنا محتاجين الفتره اللي جايه هو يقدر ان هو ان شاء الله يحاول بقدر الامكان يعني يغير من فكره التدخل في المباراه زي ما كان بيعمل. مثلا انا هقول لك على سبيل المثال يعني مانو جوزيه، كل الجمهور بيعتقد ان مانو جوزيه راجل ساحر وراجل بيعمل يعني حاجات مش موجوده في الكوره، لكن هي كل الحكايه ان هو كان بيعمل نوع من ريفرش لبعض اللاعبين، يحصل نوع من التغيير داخل الملعب. تمام. هي في الحقيقه مناقشه في مصلحه النادي الاهلي طبعا، كل واحد له وجهه نظر، ووجهه النظر دي في الاخر عشان مصلحه الفريق في النادي الاهلي. ونتمنى كل التوفيق لمستر مارتين لاسارتي في هذه المهمه القويه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباراه الحاسمه والمصريه المقبلة أمام فريق شبيبة الثورة الجزائري. أستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع، للأسف الوقت داهمنا، وأنا كنت مبسوط جدا إن حضرتك كنت معايا النهارده، وبشكرك شكرا جزيلا. أشكرك، وإن شاء الله بإذن الله نيجي من الأسبوع اللي جاي بدري شوية بعد، لا نيجي بعد مباراة النادي الأهلي ونحتفل إن شاء الله بإذن الله. يعني النادي الأهلي طبعا وجوده في أفريقيا أو وجوده في دورة بطولة أفريقيا مهم جدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، كل التمنيات والدعوات لفريق النادي الأهلي إن شاء الله في مهمته الوطنية بالفوز على فريق شبيبة الثورة إن شاء الله يوم السبت القادم، والتأهل كأول مجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق هذا اللقب الهام جدا، وهو ده الهدف الأسمى بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنوني وحلقة جديدة، إلى اللقاء.